أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بالمحامد كلها في كل وقت وحين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس القرآن الكريم، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا يا رب، مع السلسلة الجديدة اللي خصناها الدعاء الناصري. وقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم سيدي محمد بن ناصر الدرعي تمقروتي، عند قوله: وسعت كلما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما. وسعت يا الله، وسعت يا ربنا كلما خلقت، كلما خلقت علما، فعلم الله واسع محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكون، أن لو كان كيف يكون، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وسعت كل شيء رحمة وعلما ورأفة ورحمة وحلما. وسعت كل ما خلقت علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ورأفة ورحمة وحلما، فالله سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، رؤوف بخلقه، حليم بخلقه. وهذه من الصفات يعني اللي تبين الكرم ديال الله تبارك وتعالى والمحبة ديالو للخلق ديالو. ولهذا كيجي من بعد سيدي محمد بن ناصر الدرعي وكيقول: وليس منا في الوجود أحقر، ولا لما عندك منا أفقر. ومن بعد منا كيقول: يا واسع الإحسان. إذن احنا كيعترف بعلم الله الواسع وبرأفته الواسعة وبرحمته الواسعة وبحلمه الواسع. علمه واسع يحيط بكل شيء، لا يغيب عنه شيء أبدا. احنا العلم ديالنا قاصر، مهما بلغنا من العلم نعرف أشياء وتغيب عنا أشياء كثيرة، نعرف الشيء القليل، نعلم الشيء القليل، وما أوتيت من علمه إلا قليل. إنما الله سبحانه وتعالى وسع علمه كل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن إلا كان كيف يكون. علم الظاهر وعلم الباطن، علم المشاهد، علم الشهادة وعلم الغيب. ثم هو حلمه ورحمته ورأفته وسعت كل شيء. ثم كيعترف وكيتقرب إلى الله تبارك وتعالى وكيقول: وليس منا في الوجود أحقار. هو والناس اللي معه والمؤمنين اللي كيدعيوا كيعترفوا بأنهم مفتقرون إلى الله، وأنهم بالله كائنين، ويعني وصلتهم بالله وحده، فهم يعني حتى لا يستعلي الإنسان، حتى لا يستعلي الإنسان، هو استغناؤه يكون بالله فقط، وعلوه يكون بالله فقط، ولكنه في الوجود العبد الحقير الفقير، العبد الحقير الفقير تواضعا لله تبارك وتعالى. ولما كنقولوا الحقير معنى هذا ما كننزلوش من قيمة الإنسان أبدا، لأن سيدي ربي قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ولكن هذا واحد الباب ديال الافتقار، ديال إظهار العبودية لله تبارك وتعالى، بهذا يتقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. وليس منا في الوجود أحقار، حتى لا يستعلي الإنسان ولا يطغى ولا يتجبر، بل يتواضع لله تبارك وتعالى. وكلما تواضع الإنسان لربه رفعه الله تبارك وتعالى، ما ازداد الإنسان بتواضعه إلا رفعة، ما في ذلك شك.
ثم يقول وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر. نحن مفتقرون لما عندك، أنت الغني ونحن الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الإنسان يستعلي بإيمانه ويستعلي بأخلاقه، وإلا فحين ينعدم الإيمان وتنعدم الأخلاق ينزل، يصبح في درجة هي أقل من درجة البهائم. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. في حالة الغفلة عن الله تبارك وتعالى هذا الشيء كيوقع. ولهذا يقول هو هذا الكلام كيعترف، وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك، لما عندك يا الله داك الشيء اللي عندك منا أفقر. ثم كيقول يا واسع الإحسان يا من خيره، يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره، يا منقذ الغرقى ويا حنان، يا منجي الهلكى ويا منان. هذا الدعاء شكون هو هذا؟ شكون هو واسع الإحسان؟ شكون هو؟ سيدي ربي بحال كيقول لك يا رب يا رب يا قديم الإحسان. هنا يا واسع الإحسان، يا واسع الإحسان يعني الإحسان ديالو وسع كل شيء. البيت اللي من قبل ماذا؟ وسعت كل شيء، وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما، يعني وسعتهم رحمة الله تبارك وتعالى، وسعهم إحسان الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى كتب الإحسان في كل شيء وأمرنا أن نحسن، وأن الله تعالى يحب الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهو صاحب الإحسان. أحسن إلينا بماذا؟ يا واسع الإحسان باش أحسن لنا بماذا؟ أحسن إلينا بالإيجاد، والذي أوجدنا بعد أن لم نكن موجودين، وبالإمداد أمدنا بالنعم كلها، أنعم علينا بنعمة الإيجاد وأنعم علينا بنعمة الإمداد. فخصنا نعرفوا هذا الأمر هذا، ثم يعني من خلال هذا الإيجاد والإمداد كاين أمور يحس بها الإنسان، كيحس بأن الله يحسن إليه، بأن الله يحسن إليه. أحسن إليك بأن خلقك إنسانا، أحسن إليك بأن ميزك بالعقل، أحسن إليك بأن جعلك خليفة في الأرض، أحسن إليك بأن أعطاك الجوارح لتستعملها في الحياة ديالك باش تستفد من هذه الأرض هذه، أحسن إليك بأن سخر لك هذا الكون كله. ولو الإنسان يرضى، اسمعوا لي الأحباب مزيان، ولو الإنسان يرضى بدك الشيء اللي قسم له الله تبارك وتعالى غيحس بحلاوة الإحسان ديال الله. ولو الإنسان كل واحد فينا يرضى بدك الشيء اللي قسم له الله تبارك وتعالى يحس بحلاوة الإحسان. دك الشيء اللي قسم الله تبارك وتعالى اللي أعطى، اللي أعطاك هو اللي كيعطي هو اللي كيحيد. أحسن إليك حين أعطاك حين أمدك، وأحسن إليك حين أزال. لماذا؟ لأنه هو اللي كيعرف شنو شكون اللي يصلح لك. ألا يعلم من خلقه ولا لطيف الخبر. يا واسع الإحسان يا من خيره عم الوراء، الوراء كل مخلوقات كل خلق كل خلق، البشر، الحيوانات، الحشرات، كل ما في الكون أحسن الله إليه. سبحان الله العظيم، كتشوف شي أمور في 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 يعني في, في, في الكون، خصوصا لما كنتبعوا ديك البرامج الوثائقية ديال الحيوانات اللي الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل ديك التقنية اللي كتبين لنا كيفاش دوك الحيوانات كيفاش أحسن الله إليهم، كيفاش كل حاجه مسخره الحاجه، والتزايد ديال دوك الحيوانات ما كتناقص. لان لماذا؟ لان كان واحد النظام كيمشيو عليه. احسن يعني خيره عم الوراء
حتى الحيوان يقول لك حتى الحشرات كل ما في الكون. وأحسن إلى بني البشر كلهم في مستوى واحد من حيث الإنسانية، من حيث الإنسانية كلهم مستوى واحد. ورب سبحانه وتعالى كيعطي المؤمن وكيعطي الكفر. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. خير الله تبارك على الورى، على الجميع، على الإنس وعلى الجن، على الحيوانات وعلى الحشرات، على المؤمن وعلى الكافر. يا واسع الإحسان، يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره، ولا ينادى غيره، أي لا نتوجه بالنداء إلا إليه، بمعنى كل الأمل ديالنا والرجاء ديالنا في الله تبارك وتعالى. نقول يا رب يا رب، ما عمرنا نتوجه بالدعاء لغير الله، ولا يتوجه بالدعاء إلا لله تبارك وتعالى. نعم نتوسل إلى الله بصالح الأعمال، نتوسل إلى الله بالأنبياء وبالصالحين من عباده، ولكن نطلب الله، ما كنطلبوش هذوك الناس، هذوك الناس ما عندهم ما يعطونا. نتوسل إلى الله لمقام أولئك عند الله تبارك وتعالى، لصالح أعمالهم، لصالح أعمالهم. لا ينادى غيره، لا ننادي غير الله تبارك وتعالى، لا نتوجه إلا إلى الله تبارك وتعالى. يا واسع الإحسان، يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره، يا منقذ الغرقى ويا حنان. يعني الغرقى هذا غير رمز، ماشي بالضروري كيغرق في الواد ولا كيغرق في البحر، ولكن الغرقى في المشاكل، الغرقى في الأزمات. غارقين الناس في الأزمات، شكون اللي كيفك في الكروب، في المصائب؟ الناس تدوز على بني البشر يعني مصائب وآلام. الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، الحروب اللي شفنا من بعد منها، يعني غاديك شي كما كنقول قلت لكم، الافلام الوثائقيه الان كتبين الامور اللي دازت على بني البشر، الاستعمار، الحروب الصليبيه قبل منها، يعني الحروب الدينيه اللي دازت بين مجموعه من الامم. ناس غارقين في الالام وفي المصائب، شكون اللي كينقذ؟ الله تبارك وتعالى. يا منقذ الغرقى ويا حنان، حن علينا. وكيتكلم كما قلت لكم سيدي محمد على الأوضاع اللي كانت في ذلك الوقت، في ذلك الزمان اللي كان فيه هو. كانت الدولة يعني ما بقاتش متحكمة، بدأت المعالم ديال الانهيار، فهو كيتوجه إلى الله تبارك وتعالى يجمع الشمل ورد الأمر إلى نصابه. يا منقذ الغرقى ويا حنان، ويا منجي الهلكة ويا منان. الهلكة هي جمع الهالك، يعني كل شيء هالك إلا وجهه، هالكون هلكا. شكون اللي كينجينا من الهلاك؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا سيدي محمد بن ناصر الدرعي في هذه يعني هذه المقاطع من الأبيات ديالو كيتوجه إلى الله تبارك وتعالى، كيقول وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما، وليس منا في الوجود أحقر، ولا لما عندك منا أفقر. يا واسع الإحسان، يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره، عم الورى ولا ينادى غيره. يا واسع الإحسان، يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره. يا منقذ الغرقى ويا حنان، ويا منجي الهلكى ويا منان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا، وأن يجمع شمل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع البلاء عنها. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.